لو الحكاية فيها إن فيجو محمد زكريا حسونة وكيل النقابة العامة المستقلة للمعلمين ونقيب بورسعيد. احنا هنا في كلية التربية النهاردة بصدد مشروع تعاون بين نقابة المعلمين المستقلة ونقابة معلمي الثانوي الدنماركية للإعداد لأربع سيمينارات، الهدف منها دراسة المشاكل التي تعاني منها العملية التعليمية في مصر للنهوض بالتعليم وبالتالي النهوض بالوطن. احنا كنقابة المعلمين المستقلة من زمان أدركنا إن نقابة المهن التعليمية غير قادرة على القيام بدورها الحقيقي في المساعدة في نهضة التعليم والدفاع عن القائمين على العمليات التعليمية من معلمين وإداريين وعمال. والخلل في نقابة المهن التعليمية من وجهة نظرنا احنا ليس في مجلس إدارة يذهب ومجلس إدارة يأتي، لأن أساساً قانون نقابة المهن التعليمية قانون فاسد، قانون معمول من سنة 69 واحنا النهاردة سنة 2014. قانون بينص في داخله ان عضو مجلس الإدارة يكون عضو في الاتحاد الاشتراكي العربي، وقانون بيختزل دور النقابة في ان هي تساعد الحكومة في عمل البرامج للنهوض بالتعليم. ده مش دور النقابة، النقابة لها دور مختلف. ومن المنطلق ده قلنا لابد من تأسيس نقابة حقيقية للمعلمين. احنا منعزلين تماما عن المشاكل القائمة حاليا في نقابة المهن التعليمية، بالرغم ان احنا اعضاء جمعية عمومية فيها، ولكن احنا مستهدفنا الرئيسي بالنسبة لهذه النقابة هو تغيير قانون نقابة المهن التعليمية.